It means a lot to me, this t-shirt actually. It means a lot, yeah. Do you want to tell the viewers at home what this t-shirt is and what that means to you? Yeah, it's my club. It's proud to name of myself. It was tough for you actually. Well controlled by the master of the restroom, Magdalena. It's been a while, so didn't take a charge of any matches for me. So it was a new experience after a while. Yeah. الواحد فاهم ما كانش عايز يعني تقريبا كان ماتشه الساعه 7:30 ماتش اتغير بقى الساعه 9. كنت مرتب نفسي ان انا اتفرج على ماتش الاهلي وخلاص لقيت الماتش الساعه 9 واتفاجئت جدا ساعتها وكان حتى اتمنى الماتشات التانية تتاخر عشان اعرف اتفرج على الماتش. والله في نص يعني كنت كسبان 2-0 وبعد كده سالت الماتش كام واحد قال لي 0-0 وهو كان 1-0 يعني للوداد. فطبعا يعني بعد الماتش طبعا كلنا كنا زعلانين جدا. اي مشجع او اي ابن النادي طبعا هيكون زعلان على فريقه وعلى مش معنى كده يعني ان الاهلي خلاص او اهلي لا الاهلي بعودنا دايما ان هو ماتش عادي خلاص هيرجع ياخد افريقيا تاني هيرجع يتسيد البطولات تاني. الاهلي حطينا في حته احنا ما كناش نصدق او نحلم ان احنا بيها يعني وان شاء الله كل ده هيتعوض وهيبقى بطل افريقيا السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها ان شاء الله. طبعا بص انا في الاول كنت بلعب كوره الصراحه وانا مشجع الاهلي وانا عندي قد كده يعني فانا بحب يعني بحب اشوف الكوره بحب اتابع الكوره طبعا زي ما انت شايفه ده على طول بيقولوا يعني لعيب جماهيري لعيب كوره ف طبعا كل ماتش وانا بخش وببقى حامل شعار النادي الاهلي عليه طبعا ده حاجه كبيره ليا ومفيش يعني كل حاجه اتحققت الحمد لله كان بعد فضل ربنا كان في النادي الاهلي نمره واحد وبطل العالم ماتش هيبقى كبير جدا يمكن انها بطوله عالم ثانيه يعني بالنسبه لي يعني من الدروهات والقرعه زي بعض حطيتنا برده في نفس في الحاجه ف يعني ماتش كبير جدا بكره ان شاء الله يعني ان شاء الله في اخر بطوله تبقى مصريه. هو ديجو لعيب جامد جدا لعبت معاه اخر 5 مرات من دلوقتي يعني كل الماتشات 3-2 هي ماتش واحد بس 3-1 لعيب جامد جدا استعجلت شويه في الشوط الثالث والشوط الرابع اخطاء سيدنا من التحكيم سنه اثرت على الماتش برده بس الحمد لله الخامس قدرت ان انا اجيب الماتش. طبعا الجماهير بتديني لا يعني دفعه كبيره جدا في مصر ويعني بشكل كبير جدا انا بتاثر بالجماهير على طول بتاثر بالجماهير بحب يعني التشجيع وكده فدي بتديني حافز جوه يعني.